موضوع التعليم ما حد منتبه عليه حقيقة، يعني ما حد منتبه لهالموضوع هذا. أنا والبنات، البنات جامعيات يعني، يعني طلعنا هيك إنه هالولد هذا إذا إحنا ما عملنا اجتهاد شخصي واحتويناه وعلمناه الحروف والكلمات بحيث يطلع من عندنا مثلا يروح على صف الثالث على مدرسة بعيدة بكفر جالس أو بدلب أو غيرها، يعرف يندمج مع الصف الثالث أو الثاني وبدورهم هني كمان يتابعوا معه، بس طلع من عندنا من هون ما هو عرفان الحروف فانقضى عليه كل عمره هذا. ناشدنا كثير الحقيقة يعني، ما حد استجاب لهذا الموضوع، فقررنا أنا والبنات التنتين المدرسات أنه نتابع متطوعين، صرنا هلق 3 سنوات متطوعين بدون راتب يعني، عم ندرس احنا مبدئيا هلق المرحلة الأولى الصف الأول والثاني أكثر شيء والثالث كصفوف مجمعة يعني، بحيث أنه الولد ما يطلع من هون جاهل. هلق بالنسبة لعدد العوائل بالمخيم 86 عيلة عدد العوائل. الأطفال كمرحلة أولى اللي عم ندرسهم عندنا هون بالنقطة حوالي 80 طفل كل المخيمات بالشمال. في جزء بسيط جدا من المخيمات في نقاط تعليمية أو مدارس مدعومة، والأغلبية يعني الأغلبية ما مدعومة، فيها نقاط مثل عندنا هون مثلا متطوعين. لاحظنا كلياتنا بالمرحلة الأخيرة يعني أنه موضوع التعليم يعني ما فيها الاهتمام كبير الكبير فيه بشكل عام يعني. احنا هدفنا الوحيد من هاي النقطة انه ما نترك الولد ينقضي عليه يعني تعليميا يعني، وبس مثل ما حكينا بس طلع من هون ما تعلم الحروف بالمرحلة الاولى والقراءة والكتاب ينقضى عليه كل عمره. هذا السؤال الاول وهذا السؤال الثاني، عم بقول لك اختار